السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعادة في فيديو جديد. فيديو هذي جاء كيك على الهامش، ما كنتش معمل باش نهبطو جملة، كنت نخدم في الريفيو، كنت باش نهبط واتس ان ذا بوكس، بعد بطلت خاطر نقولوا الاوضاع ما تسمحش. تويكا خاطر جاني توا خبر نتاع لانيلاسيون تاع الايفنت الكبير اللي باش يصير تونيجين باتل دوم. ديجا تشوف التليفون قداش جايني دي مساج وما انا فاهمين شيء. سو جاوني مع تجميعة جي بي سي جابانو فاكشن كالتشر، اللي هو الجمعية اللي خدمت سينتو كايشي تو، واللي هو من أكثر الايفنت اللي نجحوا في تونس. نجمو تسألوا حتى تتريم تيم كيفاش عملوهم غاديكا كي جاو وش صار اكزاكتومون. باه ما علينا، عندك امس نعرفش سي سور سمعتوا باللي صار في جيكس انستينكت، ايفنت فاشل، اورجانيزاسيون فاشله، ومعناها تتريم تيم بالحق طيحوا لهم من قدرهم غاديكا. وحتى معناها حازم حتى احنا معناها السقسيه ولينا في السب، معناها عليه احنا واحد كي انا انفيتي معاهم معناها تتريم تيم وماش تحبني نعمل. لي زورغانيزاتور ما كانوش في المستوى جمله، ما قاموش باللي طلبوه التتريم تيم. سو معناها صار اللي صار وعرك ومشاكل، ما نحبش ندخل بالتدقيق في اللي صار، تنجموا تشوفوا فيديو وتحطوا لكم في ديسكريبسيون، اما هذايا ما يشرقش علينا. تويكا وصلنا النيفو نتاع كوميونيتي، ولينا في معناها بدينا نوصلوا للتوب، بدينا الشركات تدخل، معناتها تشوفوا في ريزر، تشوفوا في ام اي سي، مازالوا الشركات تدخلوا باش تدخل، ما برشا شركات باش يدخلوا. اذا كان باش يشوفوا حكايات هكا تافهه تصير في الكوميونيتي نتاعنا، شكون الشركه اللي باش تتشجع باش تعمل سبونسوريزاسيون الايفنت؟ تتصور نهار معناها انتل باش تجي ايفينمون كيما هكا معناها باش تعمل سبونسوريزاسيون؟ مستحيل. معناها لوجيكمون الاولاد وصلنا نيفو كبير، معناها عندنا يوتيوبرز كيما دراكو كيما مكي وصلوا 30000 و 28000 و 27000، وعندنا دي يوتيوبر كبار كيما اورسوجي ومخك عجة وسيف، معناها سي معناها وصلنا في نيفو كبير برشا. اذا كان باش نوخروا التالي ايش عملنا وجمنيه؟ دونك اي دون نو، معناها هذه الجيست نتاع ما نمشيوش ايفنتس وكل ما عندها وين توصلنا. لازلنا كلنا يد واحدة، احنا كلنا كوميونيتي برك، اوتاكوز جيمرز، حتى عباد نورمال كلنا يد واحدة، كلنا توانسة، لازلنا مع بعضنا يد واحدة. ان شاء الله تتريم تيم يرجعوا على قرارهم هذا. انا حكيت معهم، قمت بواجبي، قلت لهم اللي انا حتى مستعد نصرف، معناها نوكل نعمل اللي نقدر، معناها باش المهم نتلموا، المهم الفايدة في لمتنا، الفايدة نشوفوا الفانز، الفايدة نعملوا ضحكة مع بعضنا كلنا، معناها كلنا كوميونيتي واحدة، كلنا يد واحدة، كلنا توانسة مع بعضنا. تي بي دي راهو بلي نوصف لكم ايفنت كبير ما تنجموش تصدقوا، ايفينمون باش يكون فيه شركات كبار كيما ويكي، كيما سكوب، كيما ميجا بي سي، كيما زوم انفورماتيك، ماي تيك، معناها اريد جمله، معناها دي ستون كبار، تورنوا لول كبيره، تورنوا سي اس جو كبيره، هما ما وصلوا يعملوا انيلاسيون، كل شيء فقدوا الامل انكم باش تجيو، انكم باش تشجعوهم باش تشرفوهم غاديكا معناها في الفوار نتاع المعرض. وراني والله لاني نعمل في الحكايه هذيا في الفيديو هذيا على الفلوس ولا حاجتي بكم، معناها باش تجيو انا حاجتي حتر ما عندي حتى علاقة معناها بالجي بي سي، والله فرانكلي وجاي في جيبي، راني انا نخدم على الكوميونيتي، نخدم باش نحسن معناها العقلية متاع الجيمر التونسي باش نرتقيه شوية مع الولاد ومعكم انتم ومع الكلنا يد واحدة مع بعضنا، نطلعوا بالكوميونيتي التونسية متاع الجيمينج متاع الاوتاكوز متاع المانجا متاع كل شيء، خاطرنا كلنا في الاخر عباد مغرومين باسيوني بالحكايات هذية، والكلنا مع بعضنا نجمو نوصلو. اذا كان ماناش باش نقفوا لبعضنا ماناش باش نقدمو، لازمنا كلنا يد واحده ونغزروا لبعيد. معناها اذا كان ايفينمون كيما هذيا صار في شركات صارفين بالملايين، معناها انا باش نعطي اكزامبل ويكي راهم صارفين 50 60 مليون سلعه معناها وتحضيرات، معناها في بالهم انه اللانسمون باش يصير في معناها في الايفينمون هذايا باش تتعرفوا عليهم. فما شركات كيما سكوب كيما ميجا بي سي، فما اصلا شركات كبار كيما ازوس وكيما ام اي سي يخموا يعملوا سبونسورينغ للايفينمون هذوما، مي كيشوفوا حكايات كيما هكا متعارك ومشاكل
مش يتشجعوا سبحان الله. شكون مثلا تتوقع انت مثلا نعطيو اكزامبل شركه اكس عندها معناها لي بوتونسييل وعندها الفلوس باش تنجم تسبونسوري ايفنت وتعمل ستون وتبيع وتعطي الفلوس للزورغانيزاتور باش يخدموا ليفينمون هذا. تتصورها انت اذا كان باش تشوف المشاكل وعرك وناس تسب وكل باش تجي ولا باش تي باش تعطيها دوسي سبونسورينغ باش يطيشوه اصلا من باب باش يغزروا له باش يعرفوا نتاع جيمينغ فك عليها قل لك انا نخسر في فلوسي مطلوب فيهم انا. معناها هو في الاخر معناها صحيح هما مصالح للشركات مي في الاخر احنا نحبوا نتلموا نحبوا نضحكوا مع بعضنا نحبوا نلعبوا فيفا نلعبوا كولوف سي اس جو لول مع كل اخوات مع بعضنا. دونك لازمنا الاولاد نقفل بعضنا حاولوا انا نحب معناها اذا كان باش نعملوا هكا صفاقس مشيت فيها معناها جيت في العفص صفاقس جره جيكس انستينكت هذيا نحب نجبد حتى اسم هذا المهم الايفنت عدى خايب ومشاكل برشا صفاقس جات في العفص صفاقسيه راكم عليه واخدين فكره علينا هكا رانا ديجا مني انا تجبدوا تعرفوا اما مره سبيت حد ولا جبت حد ولا معناها انسان متواضع نحكي مع العباد الكل اللي يسالني نجاوبوا اللي كلمني نعاونوا اللي نحاول الماكسيموم اني نحسن من الكوميونيتي خاطر معناتها ما يجيش راه تسبوا صفاقسيه خاطرنا كنا توانسة الجهويات هذه اخطانا منها. دونك ايفينمون كيما هذايا كيما تنجم باتل دوم ما نحبوش يمشي حرام ما نحبش التحضيرات الكل متاع عامل تالي هما يحضروا الجي بي سي ما بروجي كبير كيما هذا يمشي حرام. دونك نحبكم انتم اللي تقنعوهم انا حاولت باش نقنعهم ما يقتنعوش عندهم الحق خاطر شافوكم معنا مينيش ماشي ايفنتس ومينيش 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 اتسيتيرا نحبكم تقنعوهم انهم يرجعوا على القرار هذا متاع الانيلاسيون باش نتلموا باش نشوفوا بعضنا باش نعملوا جو مع بعضنا. والله كان كما قلت لكم اقسم بالله العلي العظيم فرانك لو باش يدخل جيبي من الحكايه راني باش نحب نحسن نحب نعمل. انا قلت اللي عندي تحبوا تعتبروه اللي تحبوا هذايا معناها رايي الشخصي حاجه قلتها لكم تحبوا تعتبروها خايبه باهيه اللي تحب انت اعتبرها. انا وصلت كلامي وانتم احرار كيف باش تعتبروه. Thank you so much. كان معكم أحمد كابو من موقع Tunisian Gamer. إن شاء الله ربي معكم الناس كل وإن شاء الله ربي معنا باش نتحسنوا وانت عديو حكاية التافهة هذه اللي عمال وتوخرنا التالي. دونك باش نرى رياكسيون بتاعكم إذا كان مقتنع بكلامي أعمل بارتاج مع أصحابك باش يشوفوه باش نرش لعل وعسى يقتنعوا. المهم إن شاء الله تدريمتي مدرك ونرش سيف أي عبد معنا يحب يعاون ويحب معنا حاجة تحسن يجيو ليفينمون هذايا باش على الاقل تتصلح حاجه من صفاقس في الكوميونيتي الصفاقسيه خاطرنا رانا كيما قلت لكم ما عندنا حتى دخل في اللي صار امس واللي ضرب صبري وكي معناها هذوما عباد ما نعرفش من السيكيوريتي من لي زورغانيزاتور ما عندي حتى فكره اما هو في الاخر ربي يهزيه ما حلوش عمل هكاك وهما دي زانفيتي جايين ما حالكش تعمل معاهم هكاك. المهم غير ما نزيد ما نحكي ثانك يو سو ماتش جايز ان شاء الله نتقابلوا المره الجايه في فيديو جاي في ريفيو تشاو.